السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم باذن الله راح نديرو خبز، نديروه لداخل محشي بلا بالسلق. دونك لهاد الخبز واش لازمنا؟ لازمنا 500 غرام فرينه حبيبه تاع البيض، 10 غرامات تاع الملح اللي هي مغرفه تاع القهوه هذوك الكبار، عندي مغرفه تاع الماكله نتاع الخميره تاع البولونجي اللي هي 15 غرام، عندي 3 مغارف زيت ولا فنيديل تاع الزيت، وعندي الحليب هنا اللي دايره 250 مليليتر، سيتادير 4 لتر تاع الزيت تاع الحليب. خلطوا شويه ماء وشويه حليب. هذه هي. دوك نبداو في العجينه تاعنا. هنا نبدا نحط المكونات تاعي. هذه الفرينه اللي قلنا 500 غرام، هذه الخميره، هذه حبيبه تاع البيض، بسم الله، سميت بسم الله ولا لا؟ لا والله ماني عارفه. بسم الله اولا واخيرا. هنا مغرفه كبيره تاني تاع السكر، نسيت ما قلت لكمش عليها، هكذايا. ايه يما راه يدوز، انا كنت سمعو في المهرسه ويخبط من الفوق. ربي يبارك لها في صحتها، تموت يما على الطياب. الله يبارك، 89 سنه في عمرها، اسمعوا المهرس كيفاش يخبط. دونك واش درنا؟ درنا الفرينه، درنا السكر حبيبه تاع البيض، درنا الخميره تاع الخبز. ندير 3 مغارف بسم الله تاع الزيت، وحده زوج ثلاثه هكذا، والملح اللي هما 10 غرامات اللي هما مغرفه تاع قهوه من الكبار، نديرو دو كوتي هكذا. السلق تاعي راني فورته وراني خليته يقطر لي مليح من الماء تاعو. نبداو في العجينه من بعدها هي الاولى، ومن بعد تيك نديرو لا فارس تاعنا، يعني هي الحشو تاعنا هكذا. نحلحل هادو ما قبل هكذا، ديروا كلشي تهادي مع هادي هكذا، ونبدا نرمي الماء بشويه. قولكم سخانه وزيدوا طلب سي مونش لونغ. ايه يا يما يا يما. هيا ماشي ماشي خساره فيكم انتم، ماشي خساره هكذا بشويه حتى نطم العجينه تاعي، ويعني وما كان لا تعجنوها بزاف ولا بشويه حتى نطمها كامل. هاني كملتها الحليب كاع، درت لها 4 لتر تاع الحليب مخلط مع الماء. هنا ونبدا نعجنها بشويه، اللي عندها البيتخان طرميها في البيتخان، انا نحب ندير كل شيء قدامكم هكذا. دوك نعجنها بشويه فوالا هكذا. هنا هايك عجنتها مليح، نحب ديما نكملها في لو بلا داك في الرخام خير. فوالا ها هي وراهي، راكو تشوفوا راهي مرخيه شابه هكذا. دوك واش ندير؟ ندير نعاود نردها في اليد شويه تاع الزيت، ماشي حاجه غير باش ما تلصقليش هكذا. نحطها ونخليها تخمر. وراهي فوالا هاي كرهي، نغطيها هاد ليانات ولا غير بخاتيك هايلين، ما نسحق لا لو بابي فيلم لا حتى حاجه. وتاني حاجه تعجبني فيهم تقعد الحاجه نقيقيه. فوالا دوك نبداو في الحشو تاعنا. هنا واش ندير؟ ندير شويه تاع الزبده، حبيتو ديروا زيت زيتون، حبيتو واش حبيتو ديروا ديروا هكذا. فوالا تندوب بيان، هكذا نرميهم بعد السلق
لي رانو شوفو قطرته مليح مليح باش ما يقعد لي والو الماكل، على بالكم بلي السلق يطلق بزاف الماء. هكذا ديرلو شويه تاع الملح، ما نكثرش بزاف. هكذا ونديرلو سنينات تاع الثوم باش يطلق لي البنه. فوالا هذا كيما قال بيد من الدراري راهم باكونس، ايا انا الدراري هم كبار ما عنديش صغار، يونس هو معايا يماه في الدار، دونك راني وحدي. راني درت زوج سنينات تاع الثومه، مين نحب نطيب شوفوا غير لا غير غير لي ما نعجبش عليه، نموت على الكوزينه ما غريك مدابيا واحد النهار يطيب لي ويحط لي حطه مي كومان تفرحي كي طيبيها بيديك وتوجديها هكذا. نخليو الثوم يدخل مليح. بون نتوما حبيتو ديروا شويه تاع الفلفل الكحل، انا برك الفلفل الكحل ما نديروش، انا على ديال بروبليم دو كولون ما نديروش، دونك نتوما ديروا شويه تاع الفلفل الكحل، واللي ما حبش يدير ما حبش يدير ما يديرش، اللي حب يدير مكعب تاع الدجاج يدير كيما حبيتو، انا حبيت هاد السرق تكون فيه البنه تاع الفرماج. فوالا قلت لكم حبيتو بزيت الزيتون ديروا له عادي نورمال. هكذا نخليه حتى يشرب الماء تاعو كامل. هنا من بعد ما راكم تشوفوها وشرب تخليا الماء تاعو كلشي، ندير هنا ندير شويه تاع الفرماج خليه يدوب معاه. ديرو فخوماج بلون خير يجيكم هذا تاع لي بورسيون. هكذا يجي هايل بالفرماج. واش عندكم في الدار ديرو، مازمش تغرقوا في كاس ما، واش كاين في الدار نديرو، على بالي الفرماج ما يقعدش والدجاج ما يقعدش، ويديروا دي فوا دي كومونتير يبقى لك الدجاج يبقى لك اللوز يبقى لك الجوز. على بالي ما يبقى والو، اللي عنده الدراري ولا حاجه ما تبقى صحتهم على كل حال. هكذا نخلي يدوب هذا شويه، نجيب نين يجي هايل. دوك يدوب هاد الفرماج كامل، نزيد له شويه تاع الفرماج غافي هكذا، يعني الفرماج ما يزيد له الا البنه. هذه هي ماشي حاجه كبيره، انا الساشي صغير درت فيها ربي ربعه ماشي ما عمرتوش كامل. هذا دوك يطلق تخي بيان مع السخانه، على بالي الفرماج راه ينرش على تفاه، ربي ينزل رحمته علينا وخلاص هذا ما كان. فوالا دونك نخلي هكذايا يبرد ونروحو للعجينة تاعنا. هنا راهي خمرت لي العجينة، هاكو تشوفو كاش خمرت. واش ندير، نقسمها على زوج هكذا، هادي وحدة وهادي زوج. فوالا أمهم بيان، هادي نديرها دكوتي، نبدا نحل هادية. شوية حتى نحلها كامل. فوالا هنا نجبد نص تاع الحشو هذاك، نديرو كامل فيها. ونبدا نطم. هذه درتها لكم في سميرة، عندها عامين ولا ثلاثة درتها لكم في سميرة،
ورغم الناس يبعثوا لي يقولوا لي مدام دير لهم ماذا بيك تعاودي لنا لي غوسيت باسكو ما صابهمش لي فيديو. هاني ان شاء الله كل خطره ندير لكم حويجه هكذا، طموها بيان نغلقوها بيان هكذا وندورها، نعاود ندير الفرينه ونحلها مليح هكذا. باش ما تنحلكمش ندوروها مليح، نكمل نحلها نحلها في البلاطو هكذا. هنا هنا نكمل نحلها ونخليها تخمر بيان. نعطيها لا فورم تاعها حتى نكملها كامل. هنا عندي حبابيط وعندي بودياو ناتشور، فوالا هكذا نخلطهم بيان. درت شطر بيضة هكذا، ودرك ندهنو كامل من الفوق. البنسو الكبير ما عرفتش وين درتو، ومن بعد نحوس عليه، ما حبيتش نبحر الوقت معليش. هكذا حريحتو هايلة. ونقدر الى خطي يخمر نقدر نزيد مره اخرى، نزيد نعاود له نعاود نطليه مادام نشوفو هاي قعدت، نقدر نزيد نعاود له نعاود نطي دوزيام فوا باش يجيني احمر يجيني شباب. هذا هو، هذه هي الخبزه تاع اللي درناها لداخل المحشيه بالسلق كما راكو تشوفوا فيها. درت لها شويه تاع الجنجلان ودرت لها شويه تاع ساندويتش وشبحتها بحبيبات تاع الزيتون. وتاني كي طابت وخرجت سامحوني كي خرجتها درت لها شويه زيت زيتون من الفوق كامل جوزته لها. دوك نقسمها لكم وتشوفوه. هاو الخبز اللي درته معكم، شوفوا كش راهو، راهو طري يهبل وراهو سخون يغلي هدا وين خرجتو من الكوشه. دونك راكو تشوفوا هاو السرق كامل داخل باين هكذا، هاكو تشوفوا فيه راهو خفيف. واش نقول لكم، الله يبارك والله العظيم غير شوفوا وحدو ينحل. الله يبارك، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.